نشوف انه في عندي فلتر برودكت هو نفسه فلتر باي برايس هو نفسه، لكن الفرق بينهم بس بالمسمى. بنشيل الاول بنخلي باي برايس زي ما انتم شايفين، بنخلي الافريج بنخلي البرايس زي ما هو، وهنا الكاتيجوري اذا بدنا نشيلها بنشيلها. اذا طبعا هيد امتي كاتيجوري، الكاتيجوري الفاضي ما تعرضه، وهنا بتقدر تعرضه زي ما بدك انت بتخليه. هي هون تعمل سيف، بنرجع مباشرة على الصفحة وبنعمل ديليت. واحدة فيهم هلا راح تروح وراح يعدلنا هون، الآن زي ما انتم شايفين بيعمل ديليت كاش. وهيك زي ما انتم شايفين شباب صار عندي القائمة البريدية، وبعديها الافريج ريتنج. طبعا من هون انت بتختار الريتنج اللي بدك اياه عشان برضه يعرض لك. لو ضغطنا احنا على هاي برضه بيعمل فلتر بناء عليها. لو ضغطنا على الاسعار بيعطينا على الاسعار. هون طبعا الكاتيجوري المستخدمة كلها بيعرض لك اياها. بدك تشيل كاتيجوري برضه من هون بتقدر تشيله. هذه الامور كلها طبعا سهلة، وبس بدك تضيف من هون. مجرد بس ما عملت من هون اخترت الخيار اللي بدك اياه وقلت اوكي بيضيف لك اياها مباشرة عليها، فبصير عندك موجودة. هاي هي زي ما انت شفت توب اوفر. هون نعمل سيف زي ما هي، ونروح نختار من هون ديليت كاش. هيك بنكون احنا شباب المفروض انه فهمنا كيف نتعامل مع تعديل الموقع وصفحات الموقع بطريقه سهله جدا باذن الله رب العالمين. ما بدها اي صعوبه منا، صار الامر سهل علينا انه كيف نقدر نعدل الصفحات. حتى صفحات طبعا احنا راح نوصل كيف نعمل ديل، كيف نعمل كوبون، كيف نعمل صفحات نضيف يعني نشرات، هذه اللي كنا نتكلم عنها التي تي زي ما انتم شايفين يا شباب، كيف نعدل هذه الصفحات كلها برضه واحدة واحدة ان شاء الله كلها راح نوصلها. الان راح نكمل ونتابع مع بعض بباقي الاعدادات الداخلية. الان خلصنا هذه الاعدادات كلها بتقدر تشوفها. في بعض الامور انا مش مفعلها زي مثلا الفونت. وين الفونت؟ خلينا نشوف جوجل فونت مثلا عشان بس ما اسبب لكم اي ضغط على الموقع، لكن انت شفت نفسك انك محتاج انك تفعلها. فعلها مش عارف وين راحت، يمكن انا مش شايف. على كل حال في الجوجل فونت مش عارف انا وينها. بسم الله. هاي اوكي، هاي الفونت من هون انا مش مفعلها. بدك تفعلها فعلها، ما بدك تفعلها ما تفعلها، انت شوف المناسب لك. بدك تختار ل تختار نوع معين من الخط اللي يستخدم في الموقع تستخدمه للنوفيكيشن يعني القوائم والامور هاي، الفونت ستايل والخط كل. مجرد انت ما فعلت من هون كل هذول بيتفعلوا، فبصير عندك خط موحد لكل الموقع. لكن بصراحه شوي بيعمل بعض يعني نوعا ما من الحمل على الموقع، عشان هيك انا ما فعلته. اذا شفت نفسك بدك تفعله هذا خيار برجع لك، خيار شخصي، لكن ما باثر علينا على العمل. بعد هيك شباب، بعد ما خلصنا الامور كلها نتوجه الان هون على الووكوميرس. من هون نروح على الووكوميرس شباب، وننزل من هون مباشرة ونروح على خيار ستاتيوس. هذا الخيار قبل السيتنج، نروح على هون نضغط عليه وننتظر لحين ما يحولنا على صفحة ستاتيوس. زي ما انتم شايفين الان هو بيفتح لنا هاي الصفحة شباب اللي انتم شايفينها سيستم ستاتيوس. الان احنا بدنا نلقي نظرة على الموقع اللي انتم شايفينه امامكم ونشوف عندي الووردبريس ميموري ليميت، راح نجده 256، معطيك هي علامة خضراء يعني انه اوكي كويس. راح نشوف اللانجويج، راح نشوف الامور هاي كلها، راح ننزل لحد ما نوصل لامر بهمني اللي هو صفحات الووكوميرس عشان نقوم ببنائها. هنا هذا ما بياثر عليك شباب طبعا انه نوت تيستد، يعني مش انه مش متوافق، انه ما تم فحصه معه، لكن ما عندك مشكله فيه يعني شغال معك 100%. ننزل عبين ما نوصل لغايه ما نوصل لعند الشوب بيست والكارت والتشيك اوت والماي اكونت. هذول الصفحات مش موجودين، شايفين بيج نوت ست نوت ست نوت ست نوت ست. هذول كيف نقوم بإدراج وإنتاج هاي الصفحات؟ بكل بساطة شباب، طبعا أنت بتقدر تكمل وتشوف كامل التفاصيل، لكن بكل بساطة نرجع على القائمة الرئيسية من الأعلى من هون، آسف، ونروح على كلمة تولز من هون. نضغط على تولز من هون شباب، ضرورية طبعا هاي، لأنه الآن قبل ما أعملها راح أوريكم أنا وين العيب راح يكون. لو رجعنا إحنا على الصفحة الرئيسية هون وضغطنا على كارت مثلا، هي انا لا فاضي عندي، ضغطنا على هذا المنتج زي ما انتم شايفينه مع بعض، وطبعا فعلنا احنا بالموقع دروب شيبينج، وضغطنا على باي ناو او اد تو كارت وتم اضافه المنتج للكارت، ما راح يكون في عندي كارت موجود. يعني اني بضغط هون ما عندي اي كارت موجود، راح يخليني بنفس الصفحه. شوفوا لو انا ضغطت هون يخليني ما في عندي اي صفحه، تمام؟ عشان تكون عندي هاي الصفحات موجودة، لأنه في احتمال إنك تشتغل
على دروب شيبينج، وراح ادلك كيف تشتغل دروب شيبينج وبنفس الوقت تشتغل افليت، يعني ان شاء الله راح تستفيد على الجهتين باذن الله. نرجع زي ما حكينا من الاول على تولز، طبعا بعد ما رحنا من هون على ستاتيوس وكوميرس ستاتيوس، بعدين تولز من هون بننزل عليهم بنلاقي فيه هون راح نجد كلمه كرييت بيجز، هذه الكرييت بيجز زي ما انتم شايفينها، شايف نوت، نضغط عليها بس هيك بهذا الشكل، هو بقوم بشكل باي ديفولت بقوم بانشائهن. بنروح الان هون على سيتنجز من هون، وبنروح مباشره شباب طبعا على ادفانسد من هون، وبننزل هذه الخيارات زي ما انتم شايفينها، الكارت بيج راح نجدها موجوده هون، والتشيك اوت راح نجدها، وهذه الامور كلها راح نجدها زي ما هي، بس بننزل على الاخر تحت من هون بنعمل سيف تشينج. الان لو وضعنا اي منتج بالسله بتفتح السله معانا. قبل ما نطلع من هاي الصفحه في امر برضو مهم لازم نحكي فيه بسرعه، كون وصلنا هون نروح على جنرال شباب من هون، وبننزل تحت هون طبعا بنقدر نضيف العنوان كل شيء تمام والبلد والى اخره. اللي بهمني نوصل لعند يونايتد ستيت يو اس دولار. في حال انت وجدت عندك العمله اللي بتظهر في الموقع على المنتجات هون مش بالدولار، هذه وجدتها مش بالدولار، بتعدلها من هون عشان تصير بالدولار، تختار من هون لحد ما توصل الدولار وبتعمل سيف. في حال كانت دولار خلاص بتخليها على ما هي. هون بالنسبه لهون شباب انا طبعا كوني يعني واصل هون نشرحها، عندي في البيمنت من هون شباب، بدي اضغط على البيمنت وانزل تحت هون افعل اللي انا بدي اياه، مثلا هون حسب اللي بدي اياه. طبعا هذا ليش بنفعله؟ بنفعله عشان اذا استخدمنا الدروب شيبينج، فاحنا لازم نكون مفعلينه من الاول ومجهزينه. نضغط على انيبل من هون، وبعدين بنضغط على سيت اب زي ما انتم شايفين، بدخلنا على صفحه اعدادات حساب البيبال الخاص فيه من هون. في اضافه جديده اضافتها الووكوميرس زي ما انتم شايفينها، هذه كثير عجبتني وحلوه، اللي هي انستول ووكوميرس ادمن، اضغط عليها قم باضافتها، جميله يعني راح تعطيك اضافات تقرير والى اخره اناليتيك، كثير حلو يعني. بعد ما تقوم بالضغط بس اعمل اكتف للبلجن، راح يحول لك شكل الصفحه الان، راح تشوف كيف راح تكون. اوكي الان بنرجع للووكوميرس مره ثانيه شباب، طبعا شوف هذا الاضافه جديد صارت، ولكن خلينا على شوف هون الووكوميرس، عندي صارت في عندي داشبورد للووكوميرس. لو ضغطنا على الداشبورد من هون تفتح معي الداشبورد، بصير عندي صفحه مستقله بتعطيني تقارير زي ما انتم شايفين هون، بالاوردر بالستوك بالتنبيهات بالمبيعات بكل شيء، بيعطيني كامل التفاصيل زي ما انتم شايفين هون. هذا الكلام بخليني اقدر اتابع مبيعاتي واشوف الشغل والتقارير اللي بتخص شغلي. نرجع على سيتنج من هون زي ما كنا موجودين من الاول، لكن احنا انهجت امامي عشان هيك نبهتكم عليها. بعد ما نرجع هون طبعا ظلت شوف الشكل اختلف عن الاول، صارت عندي القائمه موجوده بالاعلى من هون زي ما انتم شايفينها. وهنا بيسالك بيقول لك انه بدك تخليه يتابع حتى الاوردرات الاولانيه، بتحكي له جيت ستارتد من هون، وهنا بتختار الخيارات اللي بدك اياها. احنا زي ما هي احنا بنعملها كلها على الديفولت زي ما هي زي ما هي زي ما هي زي ما هي، بعدين بنعمل ستارت. هون بيقوم هو بعمل يعني بياخذ التفاصيل والريبورت اللي كانت موجوده اصلا على المنتجات اللي قبل عشان تقدر تتابعها وتشوفها. بعد هيك بنرد نرجع مره ثانيه معلش على الووكوميرس، ونرجع على السيتنجز، رجعنا على السيتنج زي ما احنا زي ما كنا هون. بنروح على اكونت برايفسي من هون، نضغط عليها. هنا بيسالني بيقول لي بدك تخلي الكاستمر من غير من الشرط يكون عنده اكونت على الموقع انه يشتري. اذا بدك تشتغل افليت بتخليها اوكي، اذا بدك تشتغل دروب شيبينج بتخليها انه لازم يسجل دخول عشان تفاصيل المنتج عشان تقدر تعرف معلومات الشحن، بس اذا بدك تشتغل بس افليت بتخليها على ما هي. في حال ما بدك تشتغل افليت بدك تشتغل افليت وتشتغل دروب شيبينج لازم تفعل الخيار الثاني، تمام؟ هذول اللي بيهمونا والباقي على ما هو بدون اي تعديل. وهذا البوليسي اللي هي البيج هي بتكون باي ديفولت احنا مجهزينها، وبتعمل على سيف على ما هي، ما عندك مشكله. بنروح على خيار اخر ايميلز من هون، هذا الايميل شباب بيعطيك الفورم اللي بيصل للعميل على ايميله لما يشتري اي منتج من عندك. شوف زي ما انتم شايفين هذا الايميل
اللي بكون اصلا بالموقع اللي حكينا من الجنرال بنغيره، بتغير بكل الموقع زي ما انتم شايفينه. تقدر طبعا برضه تغيره زي ما انتم شايفين فروم ادرس فروم نيم، وهنا بتقدر تسمي اسم موقعك لهي الايميل اللي راح يوصل للعميل على بريده لما يشتري من عندك اي منتج. من مين راح يوصله؟ بتكتب هنا الاسم اللي بدك اياه، من اي ايميل بتكتب هنا الايميل اللي بدك اياه بكل سهوله. بعد هيك بتنزل هنا للاخر، في عندي هذا الخيار، انا بعمل هيك بحذف هذا الخيار كامل بهذا الشكل عشان يوصلني بس السايت تايتل. ومن هنا بتقدر تغير الكلر الخاص بالهيدر الخاص بالرسالة عشان تشوف كيف شكل الرسالة. اضغط على هذا الرابط من الرايت كليك واوبن، بيعطيك كيف شكل الرسالة راح توصل. هذا هو الشكل، هذا اللون اللي نتكلم عنه، هذه الخطوط اللي نتكلم عنها، واللي انا شلته الان زي ما انتم شايفين الووكوميرس اللي هو هون هذا موجود، انا شلته كامل اصبح عندي مش موجود. لو بدي اغير انا اشوف مثلا عندي لون الموقع ايش انسب لون له، وليكن مثلا جدلا طبعا انه اللون الاخضر، بس بضغط من هون وبروح على الاخضر مثلا من هون، وليكن طبعا ما راح اعتمد هذا اللون لكن بعطيكم بس مجرد تيست، وبضغط على سيف. وبعد ما اضغط على سيف شباب بقدر اضغط من هون مره ثانيه بهذا الشكل، هذا هو الشكل، بتغير بهذا الشكل. لو بدي انا اضيف اي شعار او لوجو عليه بقدر اضيف الهيدر لوجو من هون، انا راح اعطيكم هي رابط مثلا، بتقدر انت تحط رابط اللوجو اللي بدك اياه وتضغط سيف من هون عشان يطلع اللوجو يوصل للعميل بالشكل اللي بدك اياه، وبتعمل اوبن راح تجد ان اللوجو زي ما انتم شايفين ظهر امامي بهذا الشكل، وهذا القالب ظهر امامي بالشكل اللي انتم شايفينه. هيك انت بتقدر تعدل بالطريقه اللي بدك اياها، زائد انه هون هو بعطيك كل ايميل لمين بيوصل، يعني هذا نيو اوردر بيوصل لهذا الايميل اللي هو لجو تراكر اللي هو الي مثلا، الكانسل اوردر بيوصل الي، الفيلد اوردر بيوصل الي، بينما اوردر ان هولد للكاستمر الى اخره الى اخره. بتعمل انت مانج من هون، بتقدر تقوم بتعديلهم واحد واحد، اسف تضغط عليهم واحد واحد وتقوم بالتعديل زي ما انتم شايفين مين اللي بده يستقبل هون، تمام. بتقدر تعمل انيبل، تقدر تلغيه من هون، في حال خليته مثلا بتخليه موجود على ما هو. وهنا طبعا هنا بيعطيك هنا الفورم اللي موجود فيه، واذا بدك تعاين تشوف هذا القالب بس مجرد ما ضغطت على فيو تمبليت من هون بهذا الشكل بينزل لك اياه وبتشوفه، هذا هو القالب اللي بيصل للعميل. اللي عنده خبره بالتعديل بيقدر يعدل وممكن تظبطه من هون اذا بدك تنسخه عشان تقدر تشتغل فيه. من هون بيعطيك خيارات بدك تشتغل فيه، مثلا مالتي بارت بدك اياه مثلا بلين تكست و اتش تي ام ال، بتختار من هون بدك اياه اتش تي ام ال، الصيغه اللي بتوصل يعني للعميل بتقدر تخليها من هون بكل بساطه. اذا شلت هذا انيبل بتم عدم تفعيل هذا الخيار اللي هو ما بيوصلك انت ايميل لما يصير في اوردر جديد، في حال خليته انيبل بيوصلك ايميل بكل بساطه. هذا السهم الصغير بيرجعك على القائمه اللي انت كنت موجود فيها من هون بكل بساطه. بتعمل مانج لهم كلهم زي ما انت شايفين، انيبل وديسيبل زي ما بدك، تعدل عليهم بالطريقه اللي تشوفها مناسبه، وهنا على التايتل وهي الامور. هيك بنكون احنا تعدلت عندنا الامور. بنرجع لخيار الدفع على البيمنت، هذه البيمنت اللي كنا فيها، ننزل اخر شيء على البيبال. طبعا هذه الاسهم انه بتقدم وبتاخر، يعني بترفع القائمه فوق وتجيبها، نضغط على مانج من هون بيدخلنا على حساب البيبال اللي احنا بدنا اياه. هنا طبعا التايتل بيبال، هنا انه بتدفع خلال بيبال الى اخره، هنا ايميل البيبال اللي بدك اياه اللي بدك تستقبل الدفع عليه، هنا بتستقبل عشان طبعا هنا هذه شوف هاي الانفويس دبليو اللي هي دبليو سي ووكوميرس، هون انت حسب اسم موقعك، ولكن تو نيو بورن انا بخليها تو ان مثلا، خلص انا هالترميز لموقعي لموقع تو نيو بورن. لو عندي 100 موقع عشان اعرف اميز هالفاتوره من وين وصلتني، من يعني على البيبال طبعا عشان اقدر اميزهم من هنا، بقدر انا اميزهم بكل بساطه. هنا طبعا شباب كل هذا الكلام احنا بنعمل هنا سيف، هنا تقدر انت تضيف الساند ساند بوكس، هاي هذا الساند بوكس شباب اللي بيعرفوا طبعا هذا الساند بوكس عشان تعمل تيست للدفع. اذا عملت انيبل من هون بدك تقوم باضافه معلومات الساند بوكس عشان تقدر من خلالها تعمل التست، لكن انت المطلوب منك انك تقوم عشان تعمل عمليات الريفاوند اذا بدك تبيع على الموقع نفسه دروب شيبينج، انت لازم تقوم بتفعيل اضافه كنا نتكلم عنها في البدايه اللي هي اضافه البيبال تشيك اوت. من هون تفتح على البلجنز وتنزل على بيبال تشيك اوت، راح تجدها موجوده عندك، قلت لكم انت راح تفعلها في حال انك كنت بدك تستخدم دروب شيبينج. وليكن بدي استخدم دروب شيبينج، بعمل اكتيفيشن، بعملها اكتف من هون
وبرجع على صفحة البيبال من هون وبعمل ريفرش للصفحة. اوكي، والان برجع على بيمنت من هون، بضغط عليها مرة ثانية، فتحت لي هنا تشيك اوت زي ما انتم شايفين، صار عندي هنا بيبال وصار عندي هون تشيك اوت. بعطل على سبيل المثال البيبال من هون وبخلي بس البيبال تشيك اوت، وبدخل على مانج. ليش فعلنا هاي ولغينا هاي؟ لانه هون احنا بدنا نعمل في عمليات ريفاوند لا قدر الله بتصير عندنا على الموقع، فاحنا بحاجه ان نشبك الموقع بشكل رسمي وبشكل سليم 100%. بدايه هذه الصفحه اللي انت راح تدخل عليها هنا انيبل، طبعا هذيك بتقدر طبعا تشبك عليها، ولكن بدها شويه شغل منك انك تروح على بيبال على صفحه خاصه، وهناك شويه يعني بدها شويه حرص. فعشان اطلعك من هذا المطب بتشغل هاي الاضافه زي ما انت شفت. بتيجي مباشرة شباب من هون انيبل زي ما انتم شايفين، هاي البيبال نفس العلامات اللي انت كنت شايفها نفسها بالضبط، الفرق انه اضاف لك هذا السيت اب من هون. عشان تضغط على سيت اب من هون ويقوم هو بتحويلك على البيبال، الان راح اوريك اياها. هون البراند نيم اللي هو خاص بالتو نيو بورن، وليكن التو نيو بورن اللي هو خاص بالموقع او النيتش اللي بدك تشتغل فيه من هون. ومن هون بتختار اللوجو اللي بدك اياه، ومن هون تختار الهيدر اذا بدك اياه، والبيج ستايل اللي بدك اياه بتقدر تتحكم فيه وتساوي. وهون هي نفس اللي كنا نتكلم عنها، سوري تو نيو بورن من هون. وهنا اذا بدك اياه لابد من البيلينج ادرس، مثلا ال عنوان الفاتوره، الفون نمبر اذا بدك اياه مثلا يكون ضروري، بتختار اللي بدك اياه. طبعا شباب هون السيل زي ما هي بتخلي هاي الامور كلها على ما هي. هون شكل الكبسة الزر يعني كيف بده يكون لونه، مثلا جولد بتختار من هون، بلو سيلفر اللي بدك اياه بتقدر تختاره. البوتون لايوت بدك اياه مثلا فيرتيكال، بدك اياه هوريزنتال، بالطريقة اللي بدك اياها بتختارها. هون بتختار الهيد يعني ايش اللي بدك اياه يخفيه من عمليات الدفع، بناء عليه بتقدر تضيفهم هون. هنا بيسألك بدك تخلي تشيك اوت موجودة داخل تشيك اوت اون ذا كارت بيج، انا ما بدي اخليها مثلا عند تشيك اوت هون. هنا مثلا سنجل اللي هي هون، الان راح نشوف مع بعض لو دخلنا احنا على هذا المنتج بهذا الشكل. هنا بيسألك انه بدك تخلي البيبال تظهر تحت هذا البوتون ولا تخفيها، انا ما بدي اخليها، بديها اد تو كارت عشان يجمع منتجاته مرة واحدة، وبقدر انا اخفيها مثلا وين كنا نحن موجودين هون سنجل برودكت، تمام. وبخلي الباقي كله على تشيك اوت 100% زي ما هو، وبنعمل سيف. قبل ما نعمل سيف مطلوب مني هون اربط البيبال الخاص بي هون، نضغط بس على هذه الزر الازرق اللي انت شايفه، هو بيقوم بتكملة الاعدادات، انت بتمشي معه خطوه بخطوه من هون، بتقوم باضافه البريد الخاص فيك من هون، بتضغط على نيكست، بكمل هو الخطوات بس عليك نيكست 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 لحد ما ترجع للصفحة اللي كنت انت موجود فيها. بناء عليه هو بتم ربط الموقع بشكل آلي، راح تشوف كل البيانات بتنزل لحالها واسمك وكل شيء تمام، بتنزل هون وبعد هيك بتنزل للآخر وبتعمل سيف. بناء عليه بتبدأ عندك عملية انك تقدر تشتغل كدروب شيبينج، وبصير تظهر عندك الكارت وتظهر عندك الصفحات الدفع والتفاصيل بالطريقة اللي انت بدك اياها. هيك بنكون احنا عملنا اعدادات الووكوميرس، وهيك تعديناها. طبعا هيك بتكون هي ما اثرت علينا سلبيا اذا احنا اشتغلنا سواء على افليت او على دروب شيبينج، يعني الثنتين عندنا موجودين، اشتغلنا افليت اوكي، اشتغلنا دروب شيبينج اوكي، لانه في عندنا احنا ادوات رح نشتغل فيهن بيخدمن الطريقتين اللي هي للافليت ولا دروب شيبينج. بعد ما خلصنا هاي الشباب راح ننزل مباشره، هذا راح نتركه كله زي ما هو لحد ما نوصل لعند داتابيس هذه اللي انتم شايفينها. بعد ما نوصل عند الداتابيس طبعا شباب هون السيتنج هذول انا اصلا اوريدي كلهم مفعلين وشغالين عندك، ما تعدل عليهم اي شيء، بدك تعدل انت حر، ولكن انا لا انصحك بالتعديل لاني انا اصلا قمت بتعديلهم بالطريقه السليمه لك باذن الله، ما عدا بس انا وديتك على الجنرال عشان الاسم تعدله، باقي الامور اتركهم على ما هم. هون بس بدك تروح على الداتابيس من هون شباب، وتروح على داتابيس اوبشنز من هون، تضغط عليها هيك بهذا الشكل بتحولك على صفحة الداتابيس. هنا هذه الصفحات شباب، طبعا هذا الرابط اللي بيقوم بوضع الباك اب على السيرفر الخاص فيك، وين بيقوم بتحميل الباك اب، هذا مكانه تمام، هو برضه بيكون سليم
وهنا اوتو ديكتد كله شغال زي ما انتم شايفينه، كله شغال زي ما انتم شايفينه بشكل سليم 100%. بعد هيك بتنزل تحت هون بيسالك بدك يعني اعمل لك انا اوتوماتيك باكينج اب اوف ذا داتا بيس، يعني كل قديش بدك يعني انا اعمل لك باك اب للداتا بيس، مثلا انا مثلا كل اسبوع، كل اسبوعين، كل ثلاث، بصير هو يعملهم بشكل آلي بحيث انك تقدر انت باي وقت لا قدر الله حصل عندك مشكله في الموقع ما تتغلب. الان بوريك كيف تعمل ريستور للباك اب. من هنا انت اختار مثلا افري تو ويك على سبيل المثال، ومن هنا بيسالك بدك اعمل لك اوبتمايزيشن للداتا بيس مثلا، بنقول له نعم كل ثلاث ايام اعمل لي اوبتمايزيشن بشكل آلي لحاله، مش فيش داعي احنا اول مره الان راح نعملها مع بعض، بعد هيك هو بصير يعملها لحاله. وبعدين بيسألك بقول لك طب انا اعمل ريبير اصلاح، عملية اصلاح لقاعدة البيانات عشان اذا فيها لا سمح الله اخطاء او اشي اعدل لك اياها، بنقول له اوكي كل اسبوعين يعمل لي اياها. الان طبعا هاي الامور احنا بنعملها لمرة واحدة بعدين بنتركه بشكل آلي هو يعملها. بعد هيك بننزل هنا بقول لك ابعث لك انا نسخة من الباك اب اللي بعملها، ابعث لك اياها على الايميل، بتحب تخزنها عندك على الايميل. في حال بدك تخزنها على الايميل بتقوم باضافة الايميل الخاص فيك من هون، في حال ما بدك الان بوريك الخيار اللي هو هون بتحط على هيد ادمن نوتك، وهون بتضغط بس يس هيك ببطل يبعث لي المعلومات على الايميل. هون اذا بدك اياه يبعث لك على الايميل، لانه ممكن انه لا قدر الله السيرفر يصير فيه اي عطل وتضطر تنقل لا سمح الله، طبعا احنا نتكلم باسوأ الحالات، بتقوم هنا انت باضافة اسم الموقع اذا كان عندك اكثر من موقع عشان ما تنسى هاي القاعدة بتخص انه موقع، بتحطها هون بهذا الشكل مثلا، وهنا الايميل اللي مثلا تم الارسال منه بتقوم باضافة ايميلك، وهنا لانو ايميل بدك اياه يرسل لك اياه، وبعد هيك بتضغط على سيف تشينج من هون، وبناء عليه هو بصير بناء على نفس المواعيد اللي انت ذكرتها هون بيبدأ هو يبعث لك قاعدة البيانات باك اب نسخة احتياطية لقاعدة البيانات على ايميلك. هون بيسألك بقول لك كم نسخة بدك من قاعدة البيانات تكون متوفرة على السيرفر. دائما انا بقول له بس ثنتين، ما بدي انا 10 عشان ما يصيرش حمل عندي على السيرفر، بس اعطيني ثنتين وبنعمل برضو سيف. هيك بنكون احنا عملنا الاعدادات. بعد هيك شباب بنرجع لنفس اللي احنا فيها، بس لنفس اللي احنا كنا فيها، وبنختار من هون باك اب داتا بيس، هاي اللي انتم شايفينها الخيار الثاني، نضغط على باك اب داتا بيس من هون وبننزل على هذا الخيار هون زي ما انتم شايفين. في حال اني انا كنت انا اصلا في عندي اي باك اب مباشره بختار اني اسف بدي اعمل الان باك اب مثلا، بضغط على باك اب ناو. يعني في حال انا قمت الان بدي اعدل على الموقع اي تعديلات، والتعديلات اللي انا بدي اعدلها على الموقع ممكن تأثر على قاعدة البيانات لا سمح الله وأخسر أي شيء، فمن باب الاحتياط باجي على هذا الخيار وباجي بعمل باك اب من هون، تمام، بخلي الخيار على ما هو بدون أي تعديل، بس بضغط على باك اب. مجرد الآن أنا مضغط على باك اب مباشرة أمامك بهذا الشكل، بنتظر الآن هو قام بعمل عملية باك اب نسخة احتياطية، عشان بعد ما أنا رحت عدلت الموقع ووجدت اني انا لازم ارجع نسخة الريستور او الباك اب اللي انا عملتها، بروح على مانج باك اب داتا بيس من هون بس مباشرة، وبضغط عليها من هون بجد انه بينزلني على الخيار بيعطيني هاي الداتا بيس الموجودين عندي، الباك اب اللي موجود عندي، بتحب ارجع لك اني نسخة بدك اياها، اخر نسخة احنا مثلا عملناها وليكن هذه النسخة 11 ميجا اللي هي مثلا تاريخها اليوم، هاي اللي انتم شايفينها شباب، بقدر مثلا اعلم عليها من هون واضغط على ريستور مباشرة، مجرد ما اضغط على ريستور برجع لي اعدادات الموقع على قاعدة البيانات اللي كانت موجودة هون. هيك انا بضل دائما بالسليم وبدون اي مشاكل. الخيار اللي بعد هيك شباب هون اوبتمايز داتا بيس، هذا الاوبتمايز لازم نعمل احنا اوبتمايز داتا بيس عشان نقوم يعني بتحسين اداء قاعدة البيانات. راح نعملها احنا بتو بلجنز، طبعا هذا البلجنز الاول راح نعملها هي، ننزل تحت ونقول له اوبتمايز على ما هم متعي، يعني كلهم احنا معلمين عليهم على يس، بس بنعمل على اوبتمايز، اعطاني بالاخضر انه كله عمل له اياها. بعد هيك بنروح على ريبير، كل هاي الامور نعملها لاول مره بس، ليش؟ عشان يقوم باصلاح اذا في اي اخطاء بقواعد البيانات قبل ما نبدا نشتغل، عشان واحنا موقعنا فاضي ونظيف نقدر نشتغل. بعد ما تعمل منتجات بصير صعب عليك الموضوع اذا في لا سمح الله اي اخطاء بتتراكم بتسوي لك مشاكل، فانت من البدايه بتعملهن وبتشتغلهن. هيك باقي الخيارات انت مالكش اي علاقه فيهم. بعد هيك بروح في خيار اخر هون عندي بلجن ثاني اسمه دبليو بي اوبتمايزيشن، نضغط عليه من هون على اوبتمايز،
بعد ما ضغطنا عليه شباب يدخلنا هو بشكل آلي هون. الإعدادات طبعا جاهزة وأنا معدلكم إياها. هون بيقول لك أنت حجم قاعدة البيانات عندك الآن هي 14 ميجا بايت، تمام؟ وبتروح على إيميج، طبعا كل هاي الإعدادات ما تلعب فيها خلي زي ما هي، بتروح على إيميج من هون تجد أنه هون أنا مفعل لك إياها أوتوماتيك أنه يعمل لك أوبتمايز لكل الصور. أول مرة أنت بتحتاج أنك تعمل بس أوبتمايزيشن، بعدين هو خلاص بيكمل لحاله. بتضغط على سيلكت أول بعد ما تشوف أنه نزل لك كل الصور موجودة. هذه الصور كلها موجودة على الموقع، بتسبب تعمل لود على السيرفر، فبتعمل لك بطء بحركة الموقع. عشان أنا أتخلص من هذا البطء بضغط على سيلكت أول من هون، وبعدين بروح على كومبرس ذا سيلكت إيميج من هون، وبنتظر هو الآن بيقوم بالاتصال بالاي بي اي وبيبدا بعمليه ضغط للصور عشان يعطيني ويرفع سرعه الموقع. وهنا بيعطيك التايم اللي استخدمه، هنا بيعطيك قديش هو الصوره الواحده مثلا قديش خزن منها، وهنا بيعطيك سايز يعني قديش انت كسبت مساحه موجوده يعني من هاي الصور لحالها 1.5 يعني ميجا ونص لحد الان انا استفدتهم بس بضغط الصور. عددهم 75 صورة مثلا اللي جهزوا، 80 صورة من أصل كانوا أصلا يعني اللي الآن هو بيضغط فيهم 57 يعني لحد ما يخلص. بعد ما يخلص أنت تقوم بإغلاقها، هو بناء عليها بكون أنهى موضوع عملية ضغط الصور عشان يزيد من سرعة موقعك. هيك مباشرة بضغط على كلوز، بنتظر شوي شباب. طبعا راح يعطيني هو هون شو زي ما شايفين أنه ما فيش ولا صورة مش معمولها اوبتمايزيشن، كل الصور صارت عندي جاهزة ومضغوطة. هذا الكلام كله الآن بتشوف كيف بيعطيك أفضلية وسرعة على الموقع. طبعا احنا نشتغل بكل هاي الإعدادات شباب بالتفصيل لأن هي أهم شيء، الباقي سهل. يعني مجرد ما سجلنا بالمواقع زي أمازون وعلي إكسبريس وإيباي إلى آخره واشتغلنا كيف نسحب المنتجات، بتركوا بتكونوا انتوا جاهزين. بعد هيك نبدا بموضوع الترويج والتسويق، كيف نقدر نحصل على اكبر عدد مبيعات واعلى نسبه مبيعات ان شاء الله ربنا نحققها مع بعض باذن الله رب العالمين. الان بعد ما خلصنا من الايمج بنروح على داتابيس هون، وبنخلي الاعدادات على ما هي بدون اي تعديل. نضغط على داتابيس هون. الان داتابيس عندي خيارين شباب، هذا الخيار الاول اترك لي زي ما هو اوبتمايزيشن، اعطيني التيبل. هذا التيبلز اللي هون تضغط عليها. مجرد ما ضغطت عليها شباب هون بيعطيك هو التيبل اللي موجودين كلهم داخل قاعده البيانات اللي عندك. الان بعطيك انا الاحمر شو. بعد ما تنزل هون تحت بيعطيك انه حجم قاعده البيانات 14 ميجا وفاصل واحد. نطلع 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 فوق شباب زي ما انتم شايفين، بنوصل لعند العلامات الحمر هاي. العلامات الحمر هاي شباب بدنا ننتبه هون شوي لانه هاي احنا بنشتغل بقاعده بيانات، اللي ما عنده يعني اللي مش قادر يستوعبني مزبوط يروح يعمل باك اب للقاعده، لكن الامر سهل جدا. هون بيعطيك هذا الخيار، هذا المارك اللي انت شايفه not installed، يعني انه هذا البلاجنز مش موجود عندك على الموقع. ليش؟ لانه هذا الموقع الفري، هذا البلاجن الفري احنا ما بدنا اياه، عشان هيك انا ما نزلته اصلا، احنا نزلنا البرو، فبناء عليه انا ما بيلزمنا. نضغط على ريموف. مش كل احمر بنفس الطريقه، الان راح تشوف، خليك معي عشان ما تخربط. ضغطنا عليها، بنروح على الثانيه بنقرا not installed، اي شيء بتلاقيه not installed امحيها. ننزل على اللي بعدها not installed، نفس الطريقة نمحيها، يعني هي موجودة في قاعدة البيانات على الفاضي ما إلها أي لازمة، بس بتعطينا حجم كل بايت تستغله داخل قاعدة البيانات وداخل الموقع بيرفع من سرعة موقعك ومن تحسين وضع موقعك. remove not installed. لأن بعد هيك شباب هو بيعطيك كل بلاجن موجوده اصلا، مين يعني ايش البلاجن اللي لها، يعني كل تيبل موجود. بنخلي كل شيء زي ما هو، بننزل بنلاقي هون في عندي برضه بالاحمر، ولكن هون ان اكتف، مش معمول له اكتف، وهذا مش معمول له اكتف ما بنعمل له ريموف، بنخليه زي ما هو. ليش؟ لانه ممكن احتاجه انا باي عمليه اخرى واحنا شغالين، فاللي مش معمول له اكتف بنخليه، بس اللي نوت انستولد هو الوحيد اللي بنحذفه. هيك بنرجع من الاول من فوق وبنرجع على اوبتمايزيشن. بعد هيك بنخلي العلامات اللي انتم شايفينها هو باي ديفولت كله بنعلم عليه هيك، العلامات الداخليه هي تركها بس الخارجيه بهذا الشكل علم عليها، تمام ما في مشكله، مع انه في منهم شيء يعني مش لازم، لكن انا عشان انت تكون عارف. بعد هيك بتعمل run all selected optimization، بتضغط هيك الان هو بيبدا يمسح البوست اللي ملهاش لازمه، وبيمسح التراش، وبيمسح يعني الامور اللي ملهاش لازمه كلها، وبيبدا يعمل عمليه ضغط
لقاعدة البيانات وتحسين عشان يحسن من جودة قاعدة البيانات. بننتظر الحين ما يخلص. طبعا هون هذه الأول ما بيشتغل إلا بعد الآن بدأ يشتغل، بيعني إنه هذول كلهم خلصوا. قبل ما هذول يخلصوا هو أصلا ما بيشتغل. بعد هيك ننتظر الحين ما يخلص ويعطيني complete. زي ما أنت شايف الآن خلص optimization complete complete كله ومسح اللي منهنش لازم وكل شيء تمام. ولو رجعنا على tables من هون نجد إنه كل شيء الحمد لله صار نظيف وتمام 100%. صارت عندي حجم قاعدة البيانات 12 ميجا وان بوينت وان كانت إذا تتذكروا 14. يعني أنا هسه الآن استفدت 2 ميجا زيادة بقاعدة البيانات، وإحنا بحاجة لكل ملي لكل بايت قاعدة البيانات تكون موجودة عندنا. هيك إحنا بنكون خلصنا من إعدادات هذا الموقع. هذا الكلام أنت بتعمله أول مرة، بعدين هو هون زي ما إحنا عايرنا أصلا أنه بيعمل أوبتمايز لحاله بشكل آلي وبيعمل تنظيف لحاله بشكل آلي، ولكن لا يمنع انك كل فترة كل يومين ثلاثة اسبوع ترجع هون وتتشوف اذا في صور بالخطأ، ممكن تجد اي صورة بالخطأ. اذا تجد بداتابيس اي شيء بحاجة لأوبتمايزيشن بتقدر تعمله بكل بساطة، بتقدر ترجع لها باي وقت. هيك احنا بنكون شباب خلصنا هاي الاعدادات كاملة، ونبدأ بعديها مباشرة باعدادات البلاجنز الرئيسيات وكيف نقدر نسجل في المواقع. لكن قبل هيك شباب الآن بدنا نروح على موقعنا من هون ونرجع الصفحة الرئيسية ونعمل delete cache. وقبل ما نتخذ الإجراء اللي هو زي ما احنا اتفقنا من البداية حكينا أهم شيء قبل ما نبدأ بسحب أي منتج لازم يكون موقعنا سليم 100%.